أنا حسن أبو زايد، ساكن بالليد، بلعب خط وسط، وعمري 22. أنا مهران راضي، عمري 30 سنة، من قرية سولم، لاعب خط وسط. أنا مونس ضبور، عمري 21 سنة، من مدينة الناصرة، لاعب مهاجم. ونحن لاعبي كرة قدم في مكابي تل أبيب. أنا بديت مع كرة القدم من جيل صفر. حياة أبوي كان مدير فريق مكابي خان الناصري، وهذا الشيء كتير ساعدني بالفترة اللي كان عايش فيها وكان معي كل الوقت. بجيل الشبيب انتقلت لفريق مكابي تل أبيب. كان مدرب تاعي بالرياضة شافني بلعب منيح واخذني على بني هدى. أنا بنيت نسبيا متأخر بجيل 19، بعد صف 12 قررت إنه أروح على مجال كرة القدم. بلشت في مكابي تل أبيب، هو أعرق فريق في إسرائيل. كان مهم إلي إني أرجع على هذا الفريق بعد ما خرجت منه من الشبيبة. بالنسبة لي أكبر منصة في الدولة إنك تبين مهاراتك. فريق عريق أساس إنه إحنا نلعب بفريق مكابي تل أبيب، وأكيد مبسوطين كتير بإن عم نقدم نجاحات كتير منيحة، وإن شاء الله نخلص السنة بفوز بالبطولة. هذه اللي استكمل مع أوفتر جلو، هنا أوفتر جلو صابوا بتوش 3 دقائق 5-2 ועכשיו זה כבר 5-0. تدريب الأسبوعي نتدرب 6 مرات. قسم كبير من التمارين فيها لياقة بدنية، شغل على اللياقة البدنية، وبآخر الأسبوع في عنا التمارين التكتيكية اللي بيشتغلوا عليها المدربين. كنا التمارين بيكونوا أصعب، كنا بتشتغل أصعب، هيك الواحد بيكون أحسن وهيك الواحد بيتقدم. اليوم موجود عدة فئات من عدة دول في هذا الفريق، في من إسبانيا، في لاعبين مسيحيين، في لاعبين إسلام، في لاعبين يهود، في لاعبين عرب، في لاعبين يعني من كل الفئات، كل الديانات ممكن تلاقي في هذا الفريق. واخر شيء بنطلع عليه انه اذا تكون عربي ولا يهودي ولا اسباني ولا، بالاخر هويتك هنا هي قدراتك في على ارض الملعب. بيتقبلونا زي كل واحد عادي، الهويه بهم شو انت، عربي يهودي ولا مسيحي. I think they're all players who've integrated very well in our team. They're important players for the club. From our point of view, we're very happy they came, and of course the support from the owner is vital, which is you know, he wants a multicultural situation here, and there's room for everybody. Football, I think it unites people a lot more than the politics can ever do. It's a strong statement, but it's a proven statement. علاقتنا بالجمهور او علاقتي انا شخصيا كثير منيحه، حاسس انه الجمهور بحبوني، واكيد انا بحب جمهور مكابي تل ابيب. في جمهور عريض وكبير لمكابي تل ابيب في كل الدول، وين ما بتروح مشجعين بشوفوك وبتطلعوا عليك وكانك شخصيه فعلا اللي بتهمهم كثير، وهذا شعور جدا حلو. وبتمنى كمان لكل لاعب انه يكون بهذا الموقع. أنا بفكر إنه اليوم للولد العربي أهون من قبل، يمكن ليش بتعلق فيه ومثابرته وجديته بالتمارين. بفكرش إنه فريق اللي بده ينجح وبشوف لاعب عربي أو يهودي أو مين ما كان يكون بقدر يساعده وما ياخذوش عشان هو عربي ولا يهودي. بنصح كل ولد عربي عنده القدرة وعنده الموهبة يشتغل على حاله منيح، لأنه ما فيش شيء راح يوقفه.